السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي برزنتيشن وعايز أظهر الكاميرا فيديو وأنا بعمل برزنتيشن. في أكتر من طريقة للموضوع دوت. أول حاجة إن أنا هاجي هنا على ريكورد في الباوربوينت وأدوس ريكورد وأقول له من كارنت سلايد، مش الرحلة اللي أنا واقف عليها، أو من البداية خالص، فهو بيبدأ وأقدر إن أنا أقول له إيه، شغل لي الكاميرا تظهر معايا عادي واقول له ريكورد، فبيبدا يسجل البرزنتيشن ومعاها الكاميرا، وممكن اتحكم في اني كاميرا اللي هتشتغل والصوت، او ممكن حاجه تانية ان انا اشغل الكاميرا، وده بتبقى موجوده اصلا كده كده مع الونس عادي، واقدر ان انا اتحكم فيها واخليها مثلا في جزء من الشاشه مش الشاشه كلها، واقدر ان انا اسجلها. طيب الحاجة كمان برضو برنامج الزوم، كان في ميتنج وراح مشغل الكاميرا واقول له سجل، تمام، مش لازم ان انا اعمل ابعت لحد يقول له انضم معايا للزوم، لا، مجرد ان انا مشغل التسجيل للشاشة وفي نفس الوقت مشغل الكاميرا بتاعتي، فهو بيبدأ يقول له الاتنين مع بعض. برضو في برنامج بيجي مع الويندوز عادي اللي هو كليب شامب، ممكن تقول له انا عايز اعمل فيديو جديد، ممكن اقول له ابدأ فيديو جديد، كرييت نيو فيديو، واروح مشغل الكاميرا وشغل ان هو يسجل لي الشاشة، اقول له انا كرييت ريكورد، تمام، واقول له سكرين اند كاميرا، ساعتها هيسجل لي الشاشة وهيسجل لي الكاميرا في نفس الوقت. وده الزوم، هقول له نيو ميتنج وقول له شغل لي الكاميرا وقول له شير السكرين، فساعتها هيخلي الاتنين يظهروا مع بعض. هو كده بيسجل، هقول له بس ايه، انا عايز اعمل شير للسكرين، واول ما اعمل شير للسكرين اقول له بقى ايه، التسجيل، اوقف التسجيل او شغل التسجيل بتاعي، تمام. كل دي طرق تنفع ان احنا نسجل بيها، او بعد كده بقى ممكن ان انا استخدم كامتازيا في ان انا اسجل. ده برنامج مدفوع لكن امكانياته حلوه جدا، بيخليني اقدر ان انا مثلا احسن جوده الصوت، وان انا مثلا ممكن اقطع حاجات من الفيديو، بيديني قدره على التحكم. في طبعا برامج تانية كتير لكن ده اللي انا بستخدمه، ممكن تلاقي بدائل ليه مجانيه ومفتوحه المصدر. وشكرا.